بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك مع نظيره الماليزي محمد حسن على هامش المنتدى الوزاري للاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادي في بروكسل. بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها تطورات في اليمن والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سفير بلادنا في بلجيكا للاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى.